هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد. وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي كتب الرئيس السيسي: كل عام وأقباط مصر بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد. كل عام والمصريون هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش، داعيا الله أن يديم على الوطن وحدته ويشمل أبناءه بحفظه ورعايته، وأن يمن علينا بالخير والبركة والازدهار. تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. وجاءت تهنئة السيدة انتصار السيسي على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربت عن تمنياتها بأن تمر هذه المناسبة وكل أقباط مصر جميعا بخير وسلام. في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيقا للسياسة العقابية الحديثة، احتفل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الأخوة المسيحيين بقداس عيد القيامة المجيد بدور العبادة المسيحية الموجودة داخلها، والتي أنشأتها وزارة الداخلية تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار الحرص على إقامة الشعائر الدينية. تنساب ترانيم عيد القيامة المجيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث يقام قداس عيد القيامة داخل دور العبادة المسيحية المقامة بهذه المراكز، والتي صممت كمثيلاتها بالخارج لإقامة الشعائر وأحياء المناسبات الدينية. ويأتي إقامة القداس تزامناً مع إقامته بالخارج وسط حضور من رجال الدين المسيحي للاحتفاء مع النزلاء، وفي إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان في السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية داخل هذه المراكز، والتي أحدث إنشاؤها نقلة نوعية في المنظومة العقابية في مصر ببرامجها التأهيلية والرعاية المقدمة للنزلاء. طبعاً شكراً للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكراً لقطاع الحماية المجتمعية على مشاركتهم معنا الأعياد في مواعيدها، فدي لمسة وتدي معايير مهمة جدا للإنسان إن حقوقه متكاملة. الموضوع بيفرق نفسيا مع النزلاء خالص، بيحس إن الدنيا بتبقى أفضل لهم شوية، بيحسوا إن هم موجود أكنهم يعني موجودين مع أسرهم يعني. بنشكر طبعا الدولة على مساعدتها وإسهامها، إنها بتحاول يعني تسعد كل إنسان موجود وكل نزيل موجود هنا في مراكز الإصلاح والتأهيل. وقدم شيوخ الأزهر التهنئة للنزلاء المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وهو تجسيد للنسيج الوطني الواحد الذي تنعم به مصر. نرضع الله عز وجل أن يحفظ مصر حكومة وشعباً مسلمين وأقباط من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وإرجاف المرجفين وخيانة الخائنين. وكل عام وحضراتكم بخير، ونتمنى لكم كل الخير. طبعا ده بيعكس روح المودة والمحبة والألفة بين شركاء الوطن جميعا، يعني أيا كانوا مسلمين أو مسيحيين. يعني فرحة كبيرة بين النزلاء لإقامة القداس بالتزامن مع إقامته بالخارج، ما يشعرهم ببهجة العيد الذي سيطرت أجواؤه على المكان بعد أن تم إعداده وتجهيزه لهذا الاحتفال الذي يسهم في تعزيز القيم الدينية والروحية لدى النزلاء، ويسمو بالفكر والسلوك كأحد أدوات التأهيل تمهيداً لدمجهم في المجتمع. بجد أنا بشكركم جداً على تعبكم معنا النهاردة، أسعدتونا جامد قوي أنا وإخواتي. دي لفتة طيبة وأسعدتنا وغيرت نفوسنا للأفضل كل النزلاء وأسعدت كل الناس الموجودة، وبصراحة شكراً 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 على كل اللي بيحصل. وقام قطاع الحماية المجتمعية بتوزيع كحك العيد على النزلاء، وهو من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. طبعا ان النزلاء المسلمين جم عيدوا علينا بصراحه النهارده، وكانت معايده جميله جدا، وما بتفرقش حاجه خالص على الشارع، زي ما كنا هم بيبدلونا المعايده واحنا بنبدل الناس المعايدات برضه. بنشاركهم فرحتهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وشاركناهم كمان في الزينه والديكور اللي معمول في الكنيسه هنا، وحابين كلنا نحتفل مع بعض. دور العباده هي احد المتطلبات الاساسيه داخل مراكز الاصلاح والتاهيل لتقويم سلوكيات النزلاء،
وهي بيئة مناسبة لإحياء المناسبات وإقامة الشعائر الدينية كأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان والتي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تحيا مصر. تحيا مصر. كل سنة والمصريين طيبين وبخير، وكل سنة وانتم طيبين. رؤية إصلاحية متكاملة وحديثة تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تعتمد على الارتقاء بسلوكيات النزلاء الفكرية والدينية وتتماشى مع المعايير الإنسانية لحقوق الإنسان، وتعتمد في أحد محاورها على إحياء المناسبات الدينية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. استقبل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية المهنئين بعيد القيامة المجيد في المقار البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث توافد الأقباط من جميع الإبراشيات لتهنئة قداسة البابا بالعيد. وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حضور العديد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة للمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث ترأس قداسة البابا تودروس الثاني قداس العيد. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يحفظكم دايما كده ويحفظ بلادنا مصر ويخليها دايما كده واحد سلام في وسط الصراعات اللي بنسمع عنها وبنقرأ عنها، ويخليها دايما بلد الأمن والأمان. احتفال عيد القيامة ككل الأعياد على المستوى التهنئة واللقاءات المحبة، زي ما احنا شايفين أعداد كبيرة من أبناء الكنيسة ومن كل المهنئين من كل أطياف المجتمع المصري متواجدين لتقديم التهنئة. الأجواء مليئة بالمشاعر الطيبة، وتبادل التهاني بيترجم حالة مصرية لها خصوصيتها. أدينا هو جايين ناخد بركة من البابا ونسلم على البابا ونفرح كلنا إن شاء الله. انا جاي من دبي عايد مع اهلي، بس بعيد معاهم وجيت اخد بركه البابا. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد القيامه المجيد، وبنقول لسيدنا البابا تودروس كل سنه وانت طيب وعام سعيد عليك وعلى مصر كلها، ونقول له سياده الرئيس شكرا وكل سنه وانت طيب. بنقول لكل الشعب المصري والقداسه البابا وسياده الرئيس كل سنه واحنا طيبين جميعا بمناسبه عيد القيامه المجيد، ربنا يعيدوا علينا جميعا بالخير والبركه والسلام، ودايما متحبين وعايشين في محبه وسلام. أعلنت حركة حماس الفلسطينية حرصها على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان الإسرائيلي ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى الفلسطينيين. وفي بيان للحركة، حمل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية اختلاق مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لمطالب حركة حماس بإنهاء الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين. وقال نتنياهو إن ذلك سيسمح ببقاء الحركة في السلطة ويشكل تهديدا لإسرائيل، مضيفا أن إسرائيل لن تقبل شروطا تصل إلى حد الاستسلام وستواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب. أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم المعبر الحدودي الرئيسي المؤدي إلى جنوب قطاع غزة أمام الشاحنات بعد إطلاق صواريخ باتجاه البوابة. وأكد جيش الاحتلال في بيان أنه تم رصد حوالي 10 عمليات إطلاق لقذائف أثناء العبور من المنطقة المحادية لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم.
حذرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية من أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن أي عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية ستأتي بنتائج محدودة وثمن باهظ، وسيدفع الجيش ثمنا من القتلى والجرحى في صفوفه. وفي تقرير لها ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الدمار والقتل الذي سيقع في المدينة ومحيطها سيولد رد فعل غير مسبوق من حكومات العالم والمجتمع الدولي. استشهد وأصيب العشرات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ومنطقة الزويدة ومخيمي المغازي والبريج ودير البلح وحي الزيتون بقطاع غزة. في غضون ذلك أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات 24 الماضية. كما أشارت إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت لتسجل 34,683 شهيدا و 78,018 مصابا. ومن جانبها أعلنت إدارة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أن المستشفى يعاني من نقص كبير في السولار، والذي إذا لم يتوفر خلال 72 ساعة فستكون هناك كارثة صحية كبيرة. استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولة عرقلة عمل الجامعات الفرنسية على خلفية المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين واعتصام الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، معتبرا أن منع النقاش لن يساعد في حل النزاع. وأيد الرئيس الفرنسي فكرة تدخل الشرطة وإخلاء موقع اعتصام الطلاب بداخل الجامعات بناء على طلب المؤسسات. ونظمت في الأيام الأخيرة العديد من التجمعات والاعتصامات الداعمة لفلسطين في مباني جامعية تابعة لمعهد العلوم السياسية وفي جامعات فرنسية أخرى، مما أدى في بعض الحالات إلى تدخل قوات الأمن لإخراج الطلبة المعتصمين داخل المؤسسات الجامعية. où nous pourrons faire œuvre utile pour mettre ce multilatéralisme en pratique. Avec ceux qui veulent, avec ceux qui le peuvent, en exploitant tous les espaces possibles de coopération face au recul des droits. اعتبرت النائبتان الأمريكيتان الديمقراطيتان إلهان عمر وكوري بوش أن ردود فعل الشرطة على الاحتجاجات المستمرة المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات تشبه مذبحة ولاية كنت، عندما فتح الحرس الوطني في ولاية أوهايو النار على الطلاب المناهضين لحرب فيتنام قبل 54 عاما. جاءت المقارنات في أعقاب تقارير تفيد بأن ضابط شرطة نيويورك في وحدة خدمة الطوارئ أطلق رصاصة عن طريق الخطأ أثناء إخلاء مبنى جامعة كولومبيا من الطلاب الداعمين للقضية الفلسطينية. وصفت صحيفة دهيل الأمريكية حزمة المساعدات العسكرية التي أقرها الكونغرس بقيمة 95 مليار دولار، وتشمل تقديم دعم عسكري لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بأنها كارثة أخلاقية وإنسانية. وأضافت الصحيفة أنه ما لم تعترف الولايات المتحدة بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل وتحجب تلك المساعدات، فإن تلك الأموال ستساعد الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر على مواصلة هجومه على شعب غزة. وأضافت الصحيفة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل أكثر من 34,000 شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الأسلحة الأمريكية لعبت دورا رئيسيا في هذا الدمار.
أقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات بلجيكية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش أن الطائرة تحمل على متنها 88 طنا من المستلزمات الطبية، مضيفا أن إجمالي عدد الطائرات حتى اليوم بلغ 756 طائرة، منها 616 طائرة مساعدات و140 طائرة وقود. تبذل مؤسسة حياة كريمة جهودا مكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقديم يد الدعم والمساعدة لأهالي القطاع من أجل تخفيف وطأة المعاناة على الشعب الفلسطيني. حياة كريمة واصلت أيضا عملها بالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية ومنها مؤسسة الرباط التركية، حيث تم توفير 29 شاحنة من الدقيق للمساهمة في تشغيل أفران الخبز وتوفير الغذاء في ظل النقص الحاد للمواد الغذائية داخل القطاع. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تتوقف مؤسسة حياة كريمة عن دعمها للأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة ومشاركتها مع مؤسسات المجتمع المدني. حياة كريمة واصلت أيضا عملها بالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال هذه القافلة التي دخلت عبر بوابة معبر رفح بالتعاون مع مؤسسة رباط التركية. القافلة تتضمن 29 شاحنة محملة ب 658 طنا من الدقيق للمساهمة في تشغيل أفران الخبز وتوفير الغذاء في ظل النقص الحاد للمواد الغذائية داخل قطاع غزة. وتأتي هذه القافلة في إطار دعم مؤسسة حياة كريمة للجهود الإغاثية الدولية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين. تشهد عدد من المستشفيات على رأسها مستشفى العريش العام جهودا كبيرة من عدد من المتطوعين لتقديم دعم نفسي مستمر لخدمة المصابين والمرافقين الفلسطينيين. وتأتي فرق الدعم النفسي ضمن الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث تم تقديم أكثر من 10,000 جلسة دعم نفسي ل 927 من الفلسطينيين عبر 10 مستشفيات مختلفة. هنا عادت براءة الأطفال التي قتلت في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر هناك. دعم نفسي مستمر لم يتوقف من خلال مجهود المتطوعين المصريين بمكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام الذين سخروا جهودهم لخدمة المصابين والمرافقين الفلسطينيين. مساحة تقدم أيضا الدعم الغذائي والطبي، رسالة تؤكد على نسيج الأخوة والدعم المتواصل للقضية الفلسطينية وللأشقاء من قطاع غزة. طبعا احنا بالنسبة لنا هنا أطفالنا دول فوق راسنا، وطبعا احنا بالنسبة لنا الجمعيات اللي بتساعد معانا جمعية الفيروز والجمعيات التانية كلهم بيجوا، بنعمل دعم نفسي يومي خلال 24 ساعة كل يوم في جمعيات بتيجي بالتعاون، طبعا كل التعاون ده مع المكتب والمجتمع المدني 24 ساعة في ظل اللي حضرتك شايفه. احنا 8 شهور داخلين في الثامن، الحمد لله ما فيش كلل ولا ملل، كلنا شغالين وكلنا الحمد لله. كل أطفالنا تسأل أي طفل من أطفالنا تحس إن هو في مكانه. يعني المصابين اللي بيجوا على المستشفى احنا بنقدم لهم حاجة اسمها مساحات صديقة. مساحات صديقة ديت احنا بنحاول نعمل لهم مهارات حياتية، في منهم بعض الأطفال عندهم طبعا تلعثم وعايزين تخاطب، بنقدم إن احنا بنقدم لهم برضو الحاجة ديت الدعم دوت للأطفال. منهم اللي عنده طبعا عنف بنقدم لهم دعم نفسي اجتماعي، في حاجة اسمها دعم نفسي اجتماعي متخصص ودعم نفسي اجتماعي غير متخصص، على حسب ما احنا بنشتغل معاهم. طبعا لو لقينا عنف، لقينا مثلا واحد مش عايز يلعب، انطوائي، كلام من دوت. استطاع المتطوعون هنا ان يرسموا ابتسامة على وجوه الاطفال الفلسطينيين رغم ما يكمن بداخلهم من قصص وحكايات مؤلمة، الا انهم وجدوا من ارض مصر مساحة ليتبدل خوفهم امنا، ويجدوا من يحتضن احلامهم في البقاء بجانب اسرهم وممارسة انشطتهم وهواياتهم، ليوجهوا الشكر لمصر على مساندتها لأشقائها، فهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا عندما يتداعى أحدهم بالسهر والحمى.
أنا أول ما أجيت هنا يعني كانوا مستقبليننا كويس. هنا بيعملوا معنا جمعية فيروز، يعني بيعملوا معنا أنشطة، وفي عندك الهلال الأحمر، في هناك عنا غرفة للهلال الأحمر بنلعب فيها أنشطة وبنلعب بلايستيشن وهيك، وبرضو عنا هنا مكتب خدمة المواطنين. جمعية الفيروز كانوا يلعبونا أنشطة كتير وبيخلونا نرسم وأشياء زي هيك. لما طلعنا هلقيت هم ليش أجوا كانوا يلعبونا، هلقيت لما إحنا كنا نطلع بغزة كانوا يشوفوا الناس إنها مش مبسوطة الأطفال. أنا هنا هين فرحانة لأنه هين أمان، وفي لي قرايب هنا ومبسوطة وفرحانة مع جمعية الفيروز. ساعدونا كتير عشان وكل حاجة بنطلبها منهم بدونا إياها، وكل يوم بيوزعوا الطعام لأهل غزة. تأتي فرق الدعم النفسي ضمن الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فحسب تصريحات وزارة الصحة تم تقديم أكثر من 10,000 جلسة دعم نفسي لأكثر من 927 من الفلسطينيين عبر 10 مستشفيات مختلفة، بالإضافة لاستمرار تدفق دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح البري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف أعباء الشعب الفلسطيني. محمود جميل، التلفزيون المصري. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. رئيس صيني يصف العلاقات بين بكين وباريس بأنها نموذج للتعايش السلمي والتعاون. قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكوراسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم دولة عضو في حلف شمال الأطلنطي، وذلك في إشارة إلى بلاده التي تدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. وأعرب سيكوراسكي عن ارتياحه لمواجهة الكونغرس الأمريكي أخيرا على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى صواريخ مضادة للطائرات لحماية محطات الطاقة وبنيتها التحتية. За ламання трактатів унійних, за ізолювання польських. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن أوكرانيا ستستطيع شن هجوم مضاد جديد في عام 2025 بعد حصولها على 61 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمساعدتها على منع روسيا من تحقيق مكاسب إضافية. وفي تصريحات له رجح سوليفان تحقيق روسيا تقدما في الفترة المقبلة في ساحة المعركة على الرغم من حزمة التمويل الأمريكية الجديدة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي، وذلك لصعوبة قلب الأمور على الفور، مؤكدا في الوقت نفسه أنه مع المساعدة الجديدة من واشنطن ستكون لدى كييف القدرة على الصمود وضمان مقاومة أي هجوم روسي على مدار عام 2024. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن قمة السلام العالمية ستعقد وستكون ناجحة بغض النظر عن محاولات تعطيلها. وقمة السلام العالمية هي اجتماع دولي يعقد في سويسرا على مستوى قادة الدول المشاركة في صيغة السلام الأوكرانية يومي 15 و16 من يونيو المقبل لبحث عدد من القضايا على رأسها الأزمة الأوكرانية. أعلنت موسكو أن الخط العدائي حسب وصفها لدول البلطيق أدى إلى قطع معظم علاقاتها مع روسيا، محذرة من أنها سترد بإجراءات غير متمثلة في إشارة إلى عواصم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وكان حلف شمال الأطلنطي قد أعلن الأسبوع الماضي أن إستونيا اتهمت روسيا بانتهاك قواعد المجال الجوي الدولي بالتدخل في إشارات نظام تحديد المواقع العالمية GPS، مضيفا أن دول البلطيق من بين الدول التي تشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة التي تصفها بالتجسس الروسي.
أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه تم تسجيل 95 اشتباكا على الخطوط الأمامية خلال 24 ساعة الماضية، حيث صدت القوات الأوكرانية معظم الهجمات الروسية في قطاع أفدييفكا. هذا وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن قوات روسية نفذت 5 ضربات صاروخية و69 غارة جوية و74 هجوما بصواريخ من طراز ميلرز على مواقع قوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان. وأضافت الهيئة أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا ب24 طائرة بدون طيار خلال الليل، أسقطت الدفاعات الجوية 23 طائرة منها. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن العلاقات بين الصين وفرنسا هي نموذج للتعايش السلمي والتعاون بين دول تختلف في أنظمتها السياسية، وذلك لدى وصوله إلى فرنسا في زيارة بمناسبة مرور 60 عاما على العلاقات الثنائية. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن شي جين بينغ قوله خلال زيارته الأولى إلى أوروبا منذ 5 سنوات إن تطوير العلاقات بين البلدين يسهم في تحقيق الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم مضطرب. ندد المستشار الألماني أولاف شولتس بالاعتداء على أحد نواب حزبه في البرلمان الأوروبي، واصفا الأمر بأنه تهديد للديمقراطية بعد اشتباه المحققين بوجود دوافع سياسية. ووقع الهجوم في مدينة دريسدن شرق ألمانيا، واستهدف ماتياس إيكا المرشح الرئيسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في منطقة ساكسونيا وللانتخابات الأوروبية في يونيو، وهو ليس الأول الذي يستهدف سياسيين في البلاد في الأشهر الأخيرة. Das ist das Ziel dessen, was wir uns mit unseren 10 Punkten, die wir hier darstellen, vorgenommen haben. قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ إن الجهود الأمريكية الرامية إلى تشكيل لجنة جديدة لمراقبة العقوبات المفروضة على بلاده ستبوء بالفشل. وتأتي تصريحات كيم سونغ بعد استخدام روسيا حق النقد الفيتو في مارس، وهما أنهى فعليا مراقبة الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب سعيها لمواصلة برامجها النووية. وتقول سول وواشنطن إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشحن أسلحة إلى روسيا على الأرجح في مقابل مساعدة موسكو الفنية لبرنامج بيونغ يونغ للتجسس عبر الأقمار الصناعية. تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالتعاون مع دول أمريكا الجنوبية لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والتفاوت الاقتصادي. وأكد كيشيدا في ختام جولته اللاتينية أن اليابان قررت تقديم أموال لبرنامج يهدف إلى الحفاظ على غابات الأمازون في البرازيل، والتي ينظر إليها على أنها رئة الأرض. أضاف كيشيدا أن اليابان ستواصل تعزيز البنية التحتية عالية الجودة وغيرها من مشاريع التعاون الاقتصادي المستدام مع التركيز على البيئة وحقوق الإنسان. صرحت الحكومة بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساهم في استصدار 98 قرارا وزاريا لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية متنوعة، وذلك من أول يناير 2024 وحتى الآن. وأشارت الحكومة إلى أن تلك المشروعات ستقام على مساحة إجمالية تقدر ب 4232 فدانا بالمدن الجديدة، منها 19 مشروعا بمدن الجيل الرابع بمساحة 1557 فدانا، مؤكدة أنها تدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة وتوفر أنماطا متنوعة من الوحدات السكنية وكذا الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل المباشر والغير مباشر. تشهد المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إقبالا كبيرا من قبل طلاب المرحلتين. وتأتي المراجعات النهائية التي انطلقت منذ بداية شهر مايو الجاري في إطار حزمة من الخدمات المتميزة التي تقدمها الوزارة لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب.
بالإضافة إلى التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مراجعات ليلة الامتحان لمختلف المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي عبر برنامج مصر تستطيع على قناة DMC، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين المتميزين والأكثر كفاءة لتقديم محتوى المناهج التعليمية بشكل أكثر تميزا من خلال قنوات مدرستنا. استقبلت كنائس محافظة الإسماعيلية آلاف من المهنئين بمناسبة عيد القيام المجيد، وتنوعت وفود المهنئين من المواطنين ومن الأوقاف والأزهر وبيت العائلة المصرية وغيرها من المؤسسات الوطنية لمشاركة الإخوة الأقباط بالعيد. عيد القيامة، وبنقدم خالص الشكر من أعماق قلوبنا لكل المهنئين اللي جم يهنونا، بنعيد يعني على الشعب المصري كله. ندعو لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق والنجاح، وربنا يحفظ مصر دايما ويحقق كل آماله. العيد عيدين، البلد كلها فرحانة، الناس كلها مبسوطة. ثالث مكان بنخش نزوره، اللحمة الوطنية واضحة جدا في الشعب المصري، محبة وحب من القلب، ودي أهم حاجة النهاردة، ويا رب دي من الأمن والأمان. جينا نقول إن إحنا كلنا بنعيش على أرض واحدة، أرض مصر الحبيبة. نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد القيام المجيد. يجمعنا التآلف، يجمعنا الحب، يجمعنا التواد، نحيا وننعم على أرض مصرنا الحبيبة. كما شهدت كنائس محافظة كفر الشيخ احتفالا بعيد القيامة المجيد، واستقبل الأقباط المهنئين من المسلمين لتقديم التهنئة لهم. كما شهدت كنيسة السيدة العذراء بسخاء عددا من الفعاليات المتعددة والأنشطة، والتي تنفرد من بين كنائس العالم بحجر عليه أثار قدم السيد المسيح عندما كانت الأسرة المقدسة بسخاء. نحن بنعيد على كل العالم كله بعيد القيامة المجيد، ونطلب من الله نرفع عن العالم الموت والغلاء والفناء والجلاء وسيف الأعداء، ويرفع راية مصر عالية. كل سنة طيبين، شرفتونا ونورتونا، وشكرا لتهنئتكم بعيد القيامة المجيد. وبشكر جميع السادة التنفيذيين على رأسهم السيد المحافظ والأمن، وكل سنة ومصر كلها يا رب بخير وأمن وأمان وسلام. العيد بيبقى عيدين بوجود إخواتنا من محافظة كفر الشيخ والوفد المرافق، وبنشكر السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطبعا محافظ كفر الشيخ اللي على طول بيبعت وفد لتهنئتنا بالعيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. نشكر الرئيس السيسي ونشكر زيارتكم الجميلة، ودايما مشرفينا ودايما تزورونا في كل الأعياد. احنا طبعا جايين بنهني اخواتنا الأقباط بعيد القيامة المجيد. كل سنة هم طيبين ودايما هم شركاء للوطن واخواتنا. كل سنة هم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. تحيا مصر، تحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وشهدت الكنائس المصرية احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور. وأقامت الكنائس قداس عيد القيامة المجيد، ورفع الأقباط الشموع ورددوا التراتيل وسط حالة من الفرحة والسعادة. من شمال مصر وحتى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، تعالت ترانيم المصلين وعمت الاحتفالات في جميع الكنائس المصرية، وذلك خلال قداس عيد القيامة المجيد في أجواء احتفالية مبهجة. كل سنة طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم. بنقول للشعب المصري كل سنة والشعب المصري بخير، كل سنة ورئيسنا عبد الفتاح السيسي بخير، ومصرنا الحبيبة والدول العربية والدول الأجنبية. بنقول لكل العالم أجمع كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. النهاردة بنحتفل كلنا مع بعض بعيد القيامة المجيد. وعيد القيامة ده هو العيد الكبير عند الأقباط وعند كل المسيحيين، أكبر الأعياد في الكنيسة، فكلنا بنحتفل مع بعض، وهي مناسبة مفرحة جدا. كل سنة وانتم طيبين.
وعيد سعيد علينا كلنا وعلى مصر كلها. ان هو مش جديد على المصريين الحب والألفة اللي بينا، والنهارده احنا جايين طبعا بنهني اخواتنا المسيحيين كعادتنا كل سنه بنهنوهم وبيهنونا لان احنا كلنا نسيج واحد. ترانيم الاحتفال تملا الاجواء فرحه من الجميع بقدوم العيد، كما ان مظاهر احتفال المصريين تاتي تذكيرا بالامن والامان الذي ينعم به الجميع، وتاكيدا على معاني الفرح والترابط الشعبي بين المصريين. ان شاء الله احنا جينا بكوكبه من علماء الوعظ ان شاء الله عشان نهني اخواننا المسيحيين بمناسبه عيد القيامه المجيد، واسال الله تبارك وتعالى ان يديم علينا سعادتنا ومحبتنا في الدنيا والاخره. طبعا لنا شرف ان نتواجد النهارده مع بصحبه رجال الدين الاسلامي مع رجال السياسه ومحافظ بورسعيد لنهني الاخوه للاقباط في عيدهم بعيد القيامه المجيد. محيط الكنائس في جميع المحافظات شهد حاله من الفرح والسرور، حيث توافدت الاسر والاطفال لالتقاط الصور التذكاريه والتعبير عن سعادتهم باستقبال العيد. شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد بكنائس محافظة البحيرة وسط أجواء من السعادة والسرور. ووزع أعضاء التحالف الهدايا والزهور على المتوافدين على الكنائس، خاصة مطرانية الأقباط بمدينة دمنهور. احنا النهارده طبعا في يوم جميل، يوم كل حب اصلا، بنقدم التهنيات والتبريكات لكل حبايبنا واخواتنا الاقباط، وده تقليد سنوي لينا دايما احنا معتادين عليه. امبارح حضرنا صلاه القداس معاهم، والنهارده طبعا في يوم جميل، ويعني دايما كده بيبقى اليوم ده يوم بالنسبه لنا يوم عيد، هما بيشاركونا اعيادنا واحنا بنبقى مشاركهم اعيادهم، وبيبقى طبعا بيبقى روح جميله انك انت مصر كلها ايد واحده، فربنا طبعا يديم علينا دايما نعمه الامن والامان. احنا سعداء جدا جدا بوجود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وخصوصا مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع. الحقيقة مشاركتهم فرحتنا وفرحة الأقباط بالاحتفال بعيد القيامة، وتقديم هدايا للأطفال دي رؤية وطنية وفيها وحدانية في الفكر وفي الروح وفي الهدف، ودي حاجة أسعدتنا جدا وإحنا بنشكرهم شكرا جزيلا. بنشكر التحالف الوطني وبنشكر مؤسسة نبيل الكاتب وعلى وجودكم معانا وتوزيع الهدايا، وبسطتوا الأطفال كلهم مبسوطين بحضراتكم كلكم وعيادكم طبعا، وعيادنا واحدة وإحنا كلنا وطن واحد. مؤسسة نبيل الكاتب دايما بصراحة بتفرحنا حتى بالأجواء وبتعمل نوع من البهجة معانا، بجد أنا بشكرها جدا، وبشكر التحالف الوطني إن هو دايما بيبقى سباق، وخاصة الدور القوي ليه في البحيرة. أنا بحيي كل المسؤولين عليه. اسمح لي إن أنا أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إن هو الافتتاح الرائع اللي حصل الكنيسة في العالمين، افتتاح مشرف بيرفع معنوياتنا احنا شخصيا وبيحسسنا بقد ايه بالفخر ببلدنا. انا مبسوطه عشان هم وزعوا علينا هدايا، وانا مبسوطه قوي. كل سنه وانتم طيبين. انا مبسوط جدا بتحالف الوطني لان هم جم النهارده ووزعوا علينا العاب جميله انا واصحابي، واحنا النهارده فرحانين بيهم جدا، والعيد النهارده كان احلى عيد جه عندنا حسب يعني في كل الايام اللي حصلت دي، وانا بشكرهم جدا جدا، واتمنى انهم يبقوا معانا دايما في كل وقت. هلا مشاهدينا نتابع اهم انباء المال والاعمال ومصطفى ميزار. شكرا سحر، شكرا ايمان، اهلا بكم مشاهدينا الكرام في جوله اقتصاديه جديده في نشره السادسه. أكدت الحكومة أنه تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة للعام المالي القادم للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. أضافت الحكومة أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة ب 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي ب 565 مليار جنيه،
والتعليم العالي والجامعي ب 293 مليار جنيه، والبحث العلمي ب 140 مليار و100 مليون جنيه. في هذا الإطار أكدت الحكومة أنه تم تخصيص 635 مليار و900 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد، مقارنة ب 532 مليار و800 مليون جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي الحالي بمعدل نمو 19.3%. أعلنت الحكومة توريد نحو 1,800,000 طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد في 13 من إبريل الماضي وحتى الآن. أكدت الحكومة استمرار نقاط التخزين في استلام المحصول من الموردين خلال إجازة شم النسيم، منوهة بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لثلاثة أشهر كاملة. هذا واصلت الصوامع والشؤون بمحافظة بني سويف استلام محصول القمح المحلي لموسم 2024 من خلال لجنة شكلت لاستلام محصول القمح، وتم تجهيز مواقع الاستلام والتخزين على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية تزيد عن 250 ألف طن. وسط تيسيرات تقدمها الحكومة للفلاحين وموردي القمح، تواصل الصوامع والشؤون بمحافظة بني سويف استلام المحصول لموسم 2024. مواقع الاستلام والتخزين على مستوى المحافظة تم تجهيزها بطاقة استيعابية تزيد عن 250 ألف طن، حيث تم إعداد خطة لتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها على ساعات التخزين بكل مركز مع مراعاة البعدين المكاني والزمني. احنا متواجدين هنا في صومعة سيتس تبع للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، من الصوامع الرئيسية داخل محافظة بني سويف اللي ساعتها التخزينية بتصل ل 60 ألف طن. إن شاء الله مستهدف إن احنا نستلم فيها لحد 50 ألف طن وأكتر إن شاء الله. احنا استلمنا لغاية دلوقتي من بداية الموسم ما يقرب من حوالي 25 ألف طن، وإن شاء الله هنكمل المستهدف بتاعنا ونزيد بإذن الله إن شاء الله. موسم مباشر بالخير، والإنتاجية السنة دي إن شاء الله كويسة، والتوريد ماشي كويس جدا. عندنا استعدادات واستقبال للقمح على مدار اليوم، ونسهل العميل من اول لجنه الفرز لحد ما يدخل يفضي القمح ويعتق القمح ويطلع وبياخد مستحقاته على مدار 48 ساعه. ويبلغ اجمالي المساحه المنزرعه قمحا داخل محافظه بني سويف هذا العام 120 الف فدان، ويتم فرز القمح وتحديد درجه نقاوته بواسطه لجنه مشكله من عدد من الجهات المختصه. نسب التوريد في صومعه سيتس مقارنه بالعام الماضي زادت بنسبه 25%. في نفس اليوم في العام الماضي استلمنا 1200 طن، النهارده الحمد لله استلمنا 1700 طن. التوريد بدا يزيد الحمد لله، وكل الجهات المعنيه بالدوله بتوصي صومعه سيتس توفير مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة. والحمد لله يعني المعاملة كويسة والشغل تمام، وكل المزارعين مبسوطين من التوريد هنا والمعاملة مع الموظفين هنا داخل الصوامع. وبنشكر برضو السيدة رئيس الجمهورية على نزود للأرداب برضو عن السنة اللي فاتت 500 جنيه. وبلغت أسعار استلام أرداب القمح من الفلاحين والموردين هذا العام 2000 جنيه للأرداب درجة نقاوة 23.5، و 1950 جنيها للأرداب نقاوة 23 درجة، و 1900 جنيه للأرداب نقاوة 22.5 درجة. ذكرت وزارة المالية السعودية أن المملكة سجلت عجزا في الميزانية قدره 12 مليار و300 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يوازي 3 مليارات و300 مليون دولار. أضافت الوزارة السعودية أن الإيرادات النفطية بلغت 181 مليار و800 مليون ريال في الربع ذاته، في حين بلغ إجمالي إيرادات السعودية 293 مليار و400 مليون ريال في الربع الأول، بينما بلغ الإنفاق العام 305 مليارات و800 مليون ريال. في الكويت تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال إبريل الماضي بالمقارنة مع مارس، ما يشير إلى تحسن أقل في ظروف العمل في القطاع في بداية الربع الثاني. أشارت وكالة ستاندرد أند بورز إلى أن مؤشر مدير المشتريات في الكويت قد تباطأ إلى 51.5 نقطة في إبريل من 53.2 في مارس، على الرغم من أن القطاع حافظ على تحسن في وتيرة نشاطه على مدى 15 شهرا متتالية.
أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع في بقيادة البورصة القطرية بعد أن عزز تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في إبريل أمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية مبكرا. وارتفع المؤشر القطري الرئيسي بنسبة 8% بعد خسائر للثلاث جلسات متتالية. كان أداء جميع القطاعات إيجابيا، وكذلك صعد المؤشر السعودي بنسبة 2% للجلسة الثانية على التوالي، مدعوما بمكاسب في قطاعات التمويل والصناعة والسلع الاستهلاكية والطاقة. أظهرت بيانات رسمية أن إسبانيا استقبلت 16 مليون و100 ألف مليون سائح في الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل نموا بنسبة 17.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت البيانات التي أصدرها المعهد الوطني الإسباني للإحصاء أن عائدات السياحة في الربع الأول من العام بلغت 21 مليار و900 مليون يورو. كانت إسبانيا قد استقبلت 85 مليون و100 ألف سائح في العام الماضي 2023، محققة بذلك رقما قياسيا تاريخيا. ارتفعت صادرات الصين من الهواتف الذكية بنسبة 6.5% على أساس سنوي لتبلغ 69 مليون و300 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الجاري. كما شهد السوق الداخلي أرقاما أفضل من المتوقع، خاصة وأن احتفالات العام القمري الجديد في الربع الأول من العام حفزت من مستوى الطلب على الأجهزة المنخفضة والمتوسطة السعر. عودة مشاهدين الكرام إلى إيمان وصحر واستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار. شكرا لك مصطفى. والآن انتهت نشرة التاسعة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد. الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد إطلاق صواريخ باتجاه البوابة. الرئيس الأوكراني يؤكد أن قمة السلام العالمية في سويسرا ستعقد بغض النظر عن محاولات تعطيلها. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.